مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سولوا الناس. سؤالنا ديال هاد اليوم هو شنو كيمثل المغاربة بلد المغرب كلمة واحدة؟ نمشيو نشوفوا الأجوبة ديال الناس. بالنسبة لي أنا ممتاز. ممكن يكون نقطة سوداء لحقاش كثروا فيها بزاف ديال الظواهر. سرقة زيد وزيد وزيد وزيد. الأمان. إيوا الحمد لله كنخرجوا كنبركوا في قهوة كنمشوا للجامع كنخرجوا من المسجد كلشي في أمان الله وحفظه. كنتمنى والله التوفيق للجميع وصافي هذا الشيء اللي كاين بنتي. المغرب بلد غير لائق للحياة كاع مرة. حيت كيبان لي ما فيه حتى حاجة زوينة. ما كتاخذ فيه لا حقك لا والو. بالنسبة لي أنا المغرب زعما مزيان بلد ديال الخير وديال السعادة. المغرب مزيان الحمد لله كل شيء كاين الحمد لله الله ينصر سيدنا كل شيء الحمد لله كاين واكلين شاربين ناعسين حرية تامة. أنا بالنسبة لي المغرب ممتاز. الحرية ما كانش اللي يضرب معاك اللي بغيتي ديرها الحاجة اللي بغيتي ديرها ما كانش من أحسن المغرب. إذا المشاهدين كيف ملاحظتوا معنا الأجوبة ديال المواطنين كانت مختلفة من مواطن لآخر بحيث كاين اللي قال على أن بالنسبة ليه المغرب فهو بلد آمن كاين اللي قال على أن المغرب بالنسبة ليه نقطة سوداء وأجوبة أخرى متعددة. مشاهدينا حلقتنا ديال نسولوا الناس اليوم انتهت كنضرب لكم موعد حلقة جديدة بحول الله إلى اللقاء.